الجمهور العظيم الجميل الطيب الحنون القاسي المجهد المحق المبطل أحياناً، أنا من غيركم ولا حاجة، وانتم كمان من غير ممثل أو مؤدي أعتقد مش هتلاقوا حاجة عشان تتفرجوا عليها. أنا وانتم بنكمل بعض، أنا وانتم بنغزل مع بعض خيوط حدوتة. حدوتة لازم انتم نتفق عليها، إن لو هي خيال هتصدقوها ولو هي واقع هتفهموها وهتحسوها. وأحياناً أنا كممثل بطلع قدامكم عشان أعمل مشهد اعتبروا اللي أنا فيه دلوقتي مشهد، بل أصدق مشهد ممكن أعمله في حياتي وأصدق كلمة ممكن أقولها من قلبي ليكم، إن أنا بحبكم وفي نفس الوقت زعلان منكم عشان بتختاروا ذوق تاني غير الذوق اللي أنا وإنتم اتربينا عليه. نرجع تاني نختار تاني من أول وجديد تاني، اختاروا ذوق تاني عشان علاء مرسي يرجع ليكم تاني. عن إذنكم، شكرا. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليلة 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.